السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام عالم. ان شاء الله البنات تكونوا كامل بخير. كما كتشوفوا البنات اليوم غادي نحضروا مع بعض وصفه كانت طلبتني واحد الاخت عليها وكنت وعدتها باش نحضرها لها، وصفه المشحمه تاع الغرب. بالنسبه للمقادير البنات، هنا غادي نعبركم بالكيله. هنا عندي كيله تاع فارينه، كيله تاع سميد رطب. الكيله اللي عبرت فيها هي غرفيه تحريره، تقدري تعبري باي كيله تناسبك على حسب افراد العائله. وعندي هنايا حوالي ملعقه تاع السكر وخميرة الخبز. هذه هنايا هذه المقادير تاع الخبز اللي نديروه، ومن بعد نعطيكم المقادير تاع الحشو اللي نديروه الداخل. انا اليوم غادي نعجنها في البيتخان البنات. هنا تقدري تعجنيها باليد عادي كما تبغي. نبداو التحضير على بركة الله. كما تشوفوا البنات، هنا راني دايره العجان الكهربائي، درت فيه هنا الكيله تاع السميد. كيله تاع فارينه، ملعقة كبيرة تاع أكل خميرة الخبز، وملعقة سكر، ولموها بالماء دافي. هنا الماء عينكم ميزانكم، منقدرش نقولكم شعال، تتلم العجينة كيما الخبز العادي. بنات أنا هنا غادي نشعل الخلاط الكهربائي تاعي، ونتلاقاو من بعد ما نعجن لكم العجينة، خاطش باش ميديركمش الحس. نتلاقاو من بعد. هنا بنات غادي نشعلو العجينة كيما كتشوفو. نبداو نكبو في الماء حتى تلم لنا العجينه عادي كيما الخبز اللي نعجنو خبز الدار. بنات انا هنا الصوت تاع العجين الكهربائي باش ما يجعسكم، غادي نخليه يعجن في عرضه. نتلاقاو من بعد باش نوريكم. كيما كتشوفو البنات، العجينه تاعي هنا راهي واجده بعد ما عجنتها. هنا نقسمها على زوج ونغطيها بابي اليمونتيغ ولا بكيس بلاستيكي يكون نقي، ونخلوها تروبوزي حتى تخمر ضعف الحجم تاعها عادي كيما الخبز، ونحضروا الحشوه تاعها مع بعض. كما تشوفوا البنات، هنا العجينه تاعي هنا راها خمرت ضعف الحجم تاعها. هنا ديك العجينه قسمناها على زوج، هذه الكميه اللي تتها لكم تقطع لكم خبزه كبيره. بالنسبه للحشوه واش عندنا هنا البنات، هنا عندنا كميه من الشحم قطعته هنا قطع صغيره. هنا الشحم على حسب العجينه اللي ديروها، لا درت زوج خبز ضاعفوا. عندي هنايا حوالي 3 فليق تاع الثوم قطعتهم رقيق. هنا عندي كميه من القزبر، عندي هنايا حوالي حبه كبيره تاع بصله قطعتها الكيكركيك. وهنا نقلبوا لا ريسيبيون، نخلطوا فيها هاد المكونات اللي ذكرتكم لكم دروك. نديروا الشحم، نزيدو نديروا البصل، عندنا القزبر، وعندنا الثوم. هنا نديروا كلش خضر في خضر. البنات هنا نسيت باش نطر لكم الملح في العجينه، ديروا الملح هنا عينكم ميزانكم حوالي نص ملعقه صغيره تاع قهوه. نزيدو هنا نديروا كميه من الملح، ملح هنا هاني حوالي نص ملعقه تاع قهوه صغيره عينكم ميزانكم. هنايا عندنا حوالي ملعقه صغيره تاع كركم، عندنا هنايا حوالي كما كتشوفوا البنات، هنا حطينا في لو بلون دو طرافاي شويه تاع سميد. حطينا القطعه الاولى هنا كما قلت لكم قسمناهم على زوج. القطعه الاولى نورقوها مليح، رقوها البنات مليح، خاطر غادي انا دايره فيها الخميره تاع الخبز وزيد ضعف الحجم تاعها، وما تنسوش غادي نديروا العجينه الزوجه فوقها. هنا كما كتشوفوا رققتها مليح، ونكبوا فوقها الحشو تاعنا بهذه الطريقه. نوزعوه مليح على الحواف تاع الخبزه تاعنا حتى نفرشو كامل فوق العجينة بهذه الطريقة. إن شاء الله تكون واضحة الصورة وتكونوا فهمتونا. كما كتشوفوا البنات، هنايا
الخبزه الثانيه قرصناها بهذه الطريقه كيما قرصنا الاولى. نحطوا العجين الخبزه هذه نحطوها هنا فوق الطبقه الاولى بهذه الطريقه، نغلفوا جميع الحواف، ما نخلوش الحشوه تاعنا تخرج لنا. هنا زيروها مليح باليدين في الحواشي، تنغلقوا كامل الخبزه تاعنا بهذه الطريقه. كما كتشوفوا البنات هنا بعد ما قرصناها مليح، غطيت الحشوه تاعي غطيتها بالعجينه، نقرصوها مليح ونغطوها، نعاودو نخلوها الزيت تخمر باش يضاعف الحجم تاعها عادي كيما الخبز كيما نقرصوه ونطيبوه تاع المطلوع. هنا غادي نغطيها ونزيد نخليها تضاعف الحجم تاعها، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش نطيبوها في الطاجين. كما كتشوفوا البنات هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها وخمرت، هنا غادي نطيبوها. انا هنا درت الطاجين تاعي سخن، ها هو. نحطوا الخبزه تاعنا تاع المشحمه في الطاجين الطيب، ونخلوها تطيب عادي كيما نطيبوا هنا، ما ننسوش نديروها تخو باش يدخل ذاك الهواء يخرج ويطيب في غرضها. خلوها تطيب. كيما كتشوفوا البنات هنا بعد ما طابت من الجهه الاخرى، قلبتها على الجهه الثانيه ونقصت لها الغاز بتي فو، خلوها تطيب في غرضها باش لافارس اللي راه داخل طيب في غرضها وداك الشحم يذوب. انا بليت هنا خليتها طيب كما تشوفوا، نتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي تاعها في صحن التقديم، ونوريكم في الوسط كيفاش جات. كما تشوفوا البنات المشحمه تاعي هنا راهي طايبه، راهي في صحن التقديم، راهي واجده وسخونه. رافقتها هنا البنات مع كاس تاع شاي. حنا عندنا العاده تاعنا كي نطيبوا المشحمه لازم نديروا معها لاتاي، باسكو الشحم ولاتاي يذوب ليغا، تجي بنينه مع اللاتاي. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه وتجربوها وتنشوفوا فيها هذه الوصفه. البنات نسيت انا باش نقول لكم وصفتها الام، طريبتها لكم الام تاعي، باسكو راني عندها في المنزل وهي اللي دارت لكم المشحمه. ان شاء الله نكون لبيت لكم الطلب تاعكم وان شاء الله تنشوفوا فيها. بليت انا هنا غادي نقطع لكم مغصو باش تشوفوها كيفاش جات في الوسط. البنات مشحمه كاين كل وحده والطريقه تاعها، انا اليوم درت لكم الطريقه تاعنا اللي مولف نديروها هنا في المنزل، هي بزاف شابه وبنينه. كما كتشوفوا البنات هنا راه عاده سخونه هذا، ونحيناه من الطاجين. ها هي، شوفوا هنا البنات لافارس كيفاش تجي، ها هي عاده سخونه. شوفوا هنا كيفاش تجي طريه وفخفخه، تجي شابه بزاف. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتنجحوا فيها. دوك ما بقى لي غير نقول لكم البنات اللي عجبتها الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساش دير جيم لا فيديو، تضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. البنات تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.